وسهلا، اهلا وسهلا، شرفت سعيدك. بدك تظبط لي شي 4 طاولات، الشاب صاحبنا هلا جاي بعدين. كرم عينك سعيد بك، كيف الوالد؟ ان شاء الله صحة منيحة. تأمر سعيد بك، خلينا اياك، خلينا الوالد. روح عزم لي على الطاولة. يلا هي مدام. يي سوري استاذ سعيد عزمك على الطاولة. مين يعني استاذ سعيد؟ مدام لك شو بك ما بتفهم، تركني. قلت لك خلصنا. معقول؟ بتضلها بطريق سنة محفورة بشرفك. زيحي زيحي، بدي غسل الكعب كله رمل وجرير. بعد ناقص تحلقي شعرك وتعملي حسن صبي. حظي we'll be right back.
دموازيل بعد بدي انطر كتير؟ سوري بس حضرتك جاية من دون موعد. عكل حال هلأ بشوف كيف فيها فوتك. أهلا أستاذ شربي. الحمد لله أنت كيف؟ دكتور أحمد موجود؟ موجود بس أنت موعدك من جمعة الجاية؟ بتصير ما عنده حدا ما هيك؟ مشغول بس فيك تفوت. رانيا خلينا نشوفك بالليل. ها طيب 10 دقايق بحكيك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا حبيبي كيفنا؟ الحمد لله. كيف ايامك؟ والله ابدا بهالبلد ومصايبه. بيشغل وزارة كأنه وزارة بيو. طرقات إلى سنين كل ثلاث أيام بيحفرها وبيرجع بزفتها وما حدا بيقول له وينك. ومنكتشف بالآخر إنه عنده معامل زفت وبحص. بيشرب هالأراضي وبيفتح أوتوستراد حدون. وقال شو؟ بده يحل مشاكل الكهرباء. بس قرايبه وكيل معامل توليد وفلات الدخون. ليه ما بتكتب؟ أول شي طريقتك مزبوطة بالفوت اللي عندي على المكتب. بعدين مين قال لك ما عم بكتب؟ بتكتب عن ناس وناس لانه شكلك انت ما بتحضر غير اجتماعات ناس وناس. ولك ناس بيكون مع داتسون بتصير اكس 6 بثلاث ايام. كيف؟ ايه هيك بالضبط قصدي. يا ست ما بيصير هيك. ما بقى حدا يزيد علينا. حاجة بقى يتاجروا بقضية الفساد. نحن اللي حاربنا الفساد بالحكومة السابقة ورح نضل حاربها بالحكومة اللي جاي. والانتخابات اللي جاي هي الحكم لأنه شعب اللبناني كلمته الحق والحكم لأنه هو بيعرف الحق عمين ولمين. سجان روق روق. اول شي كيفك؟ تاني شي انا بعرف بنتك مريضة. كيف صارت؟ والله بدها عملية ضروري يا سجان. استاذ رفعت ما عم بيرحمني وما حدا عم بيساعدني. اكرم ولا يهمك عملية بنتك علي رح نبقى على اتصال. لا بس بس ولا بس ولا شي. شو نسيت انت متخيل كبير. بس بدي منك خدمة. بدي تعرف لي رفعت بيك شو عم بيعمل هالايام. اوكي مين هون جيهان؟ أنا جيهان. تركي كل شيء، كل شيء عم تشتغلي غلط، مشي معي لجوا. شوفي، بدك تشتغلي معي، بدك تشتغلي معي صح، وبتشتغلي كل شيء مقوله. القميص كم قصير، كل يوم بتتحممي من شان ريحة العرق. بالنسبة للكفوف والسبادرين أنا بقول إمتى مسموع وإمتى مش مسموع. ما بقى حدا يزيد علينا. حاجة بقى يتاجروا بقضية الفساد. نحن اللي حاربنا الفساد بالحكومة السابقة ورح نضل حاربها بالحكومة اللي جاي. والانتخابات اللي جاي هي الحكم لأنه شعب اللبناني كلمته الحق والحكم لأنه هو بيعرف
الحق عمين ولمين؟ دخيل الله شو بيجعدين؟ أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من سياسي مكشوف يلي كل مرة منكتشف فيها السياسي الحاصلة بالبلد. خلينا نستقبل اتصالاتكن ونستمع لآرائكن حول مكب وجبل الزبالة يلي شاغل بال كل اللبنانيين. خلينا نستمع لآرائكن. كيفك أختي؟ هذا الاشتراك بعرف. ألو مرحبا. ألو نعم، تفضل سيد ربيع. نعم عم نسمعك. الو. ايه نعم انت على الهواء، تفضل. الو. انا على الهواء. نعم انت على الهواء، تفضل. مساء الخير استاذ شادي، انا كتير بحب برنامجك وبحب حيك على هالبرنامج، ويريت كل العالم مثلك والله يقويك. تسلم تسلم. شو رايك بالمكب؟ شو بك الحلقه عن مكب وجبل الزباله؟ خليني حلوها، بتضل الريحه طالعه والله. طيب الحق على مين برايك؟ طيب نتشكر اتصالك وبناخذ اتصال تاني. الو. الو مرحبا. الو مين معي؟ جيهان نصر من بيروت. تفضلي ست جيهان. انا بس بدي اقول شغله، ليش ما حدا بيحكي مع رفعت بيك وعصابته عن جبل الزباله؟ بالجرافيت شركته اللي بتنقل الزباله اللي عشكالته؟ عفوا ست جيهان، يا ريت بنضلنا ضمن الحدود. ما هو اللي من مصلحته يضل الجبل تضل الجرافيت عم تتحرك. بعدين ليش ما حدا بيشوف ابنه سعيد هو زلمة الزعران كيف بينقلوا هالشنط بنص الليل كل يوم مليانين مصاري وما بعرف شو؟ عفوا عندك دليل على هالاتهامات ست جيهان؟ ولك انا شفتهم. بعدين شو هي هالمصاري اللي لازم تنقل كل ليله بعد نص ليل؟ ست جيهان ما نعتذر منك، ما نفوت بريك اعلاني ومنخلي هالموضوع لحلقه مخصصه. يا شادي اسمعني بلا اكل هوا، هو القصه كلها بريك ونرجع خليكم معنا. خاوتة والله حرام انت خاوتة. الله يسترك يا بنت. بدي فرشي قيمته لهالحيوان.